One would think اللي انا تحسنت but I have to show you everything خاطر انفلونسوز صحيحة اما مخلصة. So this is what how we do طاجين الملصوقة. لازمنا نزبدو البيريكس ونحطو فوقها الملصوقات، ملصوقة اثنين ثلاثة أربعة خمسة كما في التصويرة. ناخذ على جنب دجاج وبصل وكركم وملح، طيبهم 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 لين ما عادش فيهم، حط فوقهم ثلاثة عظمات بقدونس وثلاثة عظمات. أي نوع متاع جبن يذوب يكاليفي باش يكون في الطاجين هذايا. Bien sûr, the star of the show would be El Gouda parce que it works perfectly with chicken. حطوا عليهم شيء شازيت just for the taste. خلط الخلط الخلط نحط شابلو you really want it to be يابس وخلط نخلط نخلط. نصب الخلطة بتاعي فوق الملصقات ونطبطبهم. It really has to fit باش يبدا it has a really cute shape. بعد خلطوا عظيمة حطوها فوقهم خاطر الملصوقات لازمهم because it's smooth but خلط خاطر الملصوقات لازمهم مبلولين. نعاودوا الكرة نحطوا ملصوقة بعدك ناخذوا عظيمة ونخلط نخلط نخلط نحطوها فوقها. ميك شور اللي هي مقمطة بالباهي اوف كورس. So now we want الورقة to be dead. ما لازمهاش شايحة لازمها really really wet. And then we put another ورقة on it اللي هي باش تكون وجه السوق متاعنا نقمطو بالكدا. And then we take a brush كي عملنا في اللي قبلها we try to make it really really wet. And then we let it rest in hell. Bye bye. Entre temps, j'ai eu que je mette l'inspection. Il y a un contrôle qualité. And they check if everything is okay. Look at that shit. It's so sexy, so crunchy, so fluffy. And this is how we do the shit. كل من متي صحة صحة يا سمحة.